مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لجولتنا اليومية في بلاط صاحبة الجلالة واستعراض أبرز عناوين الصحف المصرية مع ضيفتنا في الاستوديو الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الوطن. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير وسعداء بوجودك معنا. هنتكلم بالتأكيد عن الصحافة والعناوين. هستأذنك هننتقل لاستعراض سريع لأبرز عناوين الصحف ونرجع مرة ثانية. بدايتنا مشاهدينا في هذه الفقرة من صحيفة الوطن وعنوان الحوار الوطني روشتة شاملة للإصلاح المجتمع، وعنوان آخر من اليوم السابع قضايا المواطن والأسرة على طاولة الحوار الوطني. أستاذة شيماء، حضرتك بتشوفي إزاي القضايا اللي بيتضمنها المحور المجتمعي وبالتأكيد هيكون في مناقشة ليه واللي هو بضم طبعا 6 لجان؟ إحنا النهاردة في اليوم الثالث للجلسات العلنية للحوار الوطني، وأعتقد أن ده يوم المصريين جميعا. المحور السياسي هو حوار للسياسة وقادة الرأي المتخصصين قدر الإمكان. حوار المحور لكن انعكاساته على أكيد المواطن. أكيد كل انعكاساته على المواطن، لكن أنا بتحدث عن إمكانية أن المواطن يدلو بدلو في المحور المجتمعي. لا حدود له. يعني إحنا ممكن ما نتكلمش سياسة، يقول لك ملناش فيه، ممكن ما نتكلمش اقتصاد، الاقتصاد للاقتصاديين، احنا نتاثر بالاقتصاد، لكن مستحيل ما تلاقيش مصري بيتكلم في التماسك الاسري والمحور المجتمعي والصحه والتعليم والمراه. دي قضايانا ودي حياتنا، دي فرصه المواطن. صح. ففرصته جات له النهارده، وسيرى المناقشات والمناقشات على الهواء وتذاع برضه من خلال شاشتكم. النهارده المحور المجتمعي هو بيلخص كل قضايا المصريين، كل محاور الاهتمام، الحكايات اللي جوه البيوت، اللي جوه اللي على القهاوي، كل قلب الحياه اليوميه، كل حاجه كل حاجه. والجلسات اللي هتناقش النهارده هي هتناقش الهويه والولايه. احنا هنروح للخبر ده دلوقتي. من صحيفه الدستور عنوان جلسات المحور المجتمعي تتناول قضايا الوصايا والهويه اليوم، ومن صحيفه الاخبار عنوان اليوم الحوار الوطني يناقش قضايا المحور المجتمعي. طبعا دي قضايا مهمه ومؤثره جدا. حضرتك شايفه ازاي اهميه مناقشه قضايا زي دي للوصول لحلول ومقترحات؟ ما تم من يوم الاحد والثلاثاء واليوم هو استعراض لعمل كامل على مدار عام. العام الماضي كان شاهد الجلسات وشاهد الاجتماعات وشاهد المناقشات، دلوقتي بيتم الاتفاق على المخرجات الأساسية. النهاردة احنا عندنا كل المحاور اللي بنتحدث فيها المواطن يتكلم فيها كتير، كل البرامج بتتكلم فيها، الناس تنزل تسألهم في الشارع. الأعمال الفنية اتكلمت. الأعمال الفنية طبعا. احنا عندنا عمل رائد. عندنا زي ما كنا بنضرب مثل في سنين سابقة بيريدوا حلا وفاتن حمامة، لا احنا عندنا دلوقتي تحت الوصاية منى زكي. تحية لكل أصحاب أو كل فريق العمل ده، بداية من الشركة المنتجة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصولا للمشاهد طبعا. اللي ثمن هذا العمل وقدره واداله حق تقديره في سيزون مفترض سيزون ترفيه، لا كان في عمل ثقيل محتواه درامي عالي. القضيه اللي بيطرحها مهمه، مفيش بيت في مصر متنوعه، مفيش بيت في مصر لا يتاثر بقضايا الولايه.
وحقيقي احنا جينا في توقيت اعتقد ان حتميه تغيير القوانين المشوهه لدور المراه، ده القانون دوت بقاؤه حتى اللحظه هو مشوه لدور المراه اللي بتغير كليا على مدار الثمان سنوات اللي فاتت، معاكس للتغيير، معاكس للتمكين اللي تم، معاكس للبطولات اللي احنا بنستعرضها كل عام. كل عام عندنا في عيد الام مساحة محترمة لاستعراض بطولات النساء في تربية الأبناء بمفردهن بعد وفاة الزوج. احنا كل يوم عندنا بطولة لسيدة، قصص كتير فعلا، حتى وفي وجود زوجها هي بتدير حياته وبتدير حياتها. طبعا اهتم بيها في بداية جلساته النقاشية. انتقل مع حضرتك لصحيفة الوطن وعنوان إنتاج إعلامي متنوع للترويج لمصر عربيا وعالميا. حضرتك شايفة ازاي أهمية الإنتاج الإعلامي والترويج لمصر بهذه الطريقة في كل دول العالم؟ ده كان أحد المخرجات المهمة في مناقشات المحور الاقتصادي يوم الثلاث، كان الاتفاق على في لجنة السياحة تحديدا، كان الاتفاق على احنا سننمو بالمنتج السياحي من خلال الترويج، والترويج من خلال برامج، من خلال سوشيال ميديا، من خلال قنوات، من خلال أعمال درامية، واحنا عندنا النموذج، مجموعة من الأعمال الدرامية قدرت أنها تغير واقع بالفعل. فمن ثم أنا ممكن من خلال أعمال درامية في سياق مختلف أخاطب بيها جمهور مختلف، أروج بيها للمنتج السياحي المصري سواء داخلي أو خارجي. أستاذة شيماء، هنروح لملف آخر وقاص بالاستثمار، ومن صحيفة الدستور عنوان قرارات الأعلى للاستثمار جاءت في توقيت مناسب لدعم الإصلاح الاقتصادي، ومن صحيفة الأخبار عنوان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار انطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ومن اليوم السابع عنوان قرارات الأعلى للاستثمار دعم رئاسي وتفاؤل في الأوساط الاقتصادية. إزاي تابعتي القرارات الهامة دي وشايفة إزاي ممكن تجذب الاستثمار؟ احنا عندنا تحول جوهري، اول اجتماع للمجلس الاعلى للاستثمار بتشكيله الجديد ينتج عنه 22 قرار. ده اول اجتماع، والقرارات كلها في اطار التسهيل والتمكين والحث وعلاج المشكلات، واعاده النظر فيما يتعلق بتاسيس الشركات. احنا 10 ايام عمل لانهاء كل الموافقات، المنصه تم التوجيه اليها للتاسيس والتشغيل والتصفيه. جزء مهم جدا، انا مطمن المستثمر انت مش هتيجي بفلوسك وانا وهنعمل المشروع وبعد كده لو حبيت تتخرج لا هتبقى في صعوبات. لا، سهوله التاسيس هي نفسها سهوله التخرج وفقا للقانون. وكمان استاذه شيماء ما يتعلق كمان مش بس المستثمر الاجنبي ولكن المستثمر المحلي كمان. صحيح. هو مهم جدا بالنسبه للدولة. هو جاوب على كل مخاوف المستثمرين على مدار الفتره اللي فاتت وكانت كلها متعلقه بالتسهيلات والاجراءات والمنح. طب انا اوكي هوفر لك او هسهل او هيسر في اجراءات التمليك سواء للعقارات او للاراضي، تاسيس الشركات، التوسع في الرخصه الذهبيه، المنفذ الواحد او الباب الواحد، كل دي التيسيرات تمت في اجتماع السيد الرئيس أكثر طبعا. وتم اعلانها بالامس من خلال مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي شرح واستفاض في كل هذه التيسيرات انها على الارض وتطبق، وفي بعض القرارات وجهت لعدد من الوزارات للدراسه والحسم زي وزاره العدل وزي وزاره الاتصالات فيما يتعلق بالمنصه وفيما يتعلق بالقوانين. يعني احنا في غضون اسابيع هيكون عندنا قرارات منفذه بالفعل وقرارات تم دراستها وتطبيقها بالفعل او صدر ليها القوانين المطبقة. فماذا بعد هذا من تيسير؟ أنتقل مع حضرتك لعنوان آخر مختلف وهو من صحيفة الوطن وعنوان الوطن ترصد استعدادات المصانع والورش لموسم الحج، ملحمة بشرية لنيل شرف صناعة ملابس الإحرام. إزاي حضرتك تابعتي هذا الموضوع وأهمية هذه الصناعة؟ يعني هي كل سنه وانتم طيبين وكل المصريين بخير. احنا يعني ننتظر موسم الحج بشغف. والعاملين في هذا الملف تحديدا والمصانع اللي بتشتغل في تجهيز ازياء الحج ومستلزمات الحج بيبقى عندهم سعاده مفرطه، يعني بيبقوا عندهم شعور، واحنا لمسنا دوت من خلال التحقيق. مش مجرد وظيفه، مش مجرد وظيفه. زميلتنا جهاد مرسي يعني لمست دوت من خلال
الناس بتعمل الموضوع بحب، شاعرين بالبركه، احنا داخلين احنا يعني لينا من ثواب هذا الحاج. فطبعا الصناعه المصريه مميزه بشكل او باخر، وخصوصا في المنسوجات، فعندنا مصانع موجوده كتير جدا، عندنا موهوبين كتير في المنطقه، مصانع كتير في المحافظات مخصصه في انتاج ملابس الاحرام، مستلزمات الحاج، من حقائب، من نعال، من كل انواع الاحتياجات اللي بيحتاجها الحاج. الناس وهي بتتكلم وكانها هي اللي هتحج. ف صناعه وقريبه الى القلب، يعني زي اللي بيشتغلوا كده في رمضان في اطعام الصائمين. أيوة. او فبيبقى في مشاعر بهجه، فده لمسناه جدا، وتقدري تحسيه حتى من الكلام المكتوب، يعني تقدري تشوفي من خلال الكلام الصوره. فدي حاجه بنقول فيها للمصريين كل سنه وانتم طيبين، ويا رب موسم جميل على كل المصريين وعلى كل العالم الاسلامي يا رب. استاذه شيماء، هنروح لمبادره حياه كريمه وجهود مبادره حياه كريمه، ومن صحيفه الدستور عنوان ثقافه دليفري، مكتبات متنقله وجلسات حكي وورش فنيه في قرى حياه كريمه بالصعيد. ازاي شايفه جهود حياه كريمه في نشر الوعي والثقافه؟ ما احنا اتفقنا، هو مش مبنى، هو مفهوم. اقمنا المبنى وسكن في بيت، في صرف وفي كهرباء. المفهوم بقى هيجي ازاي؟ البني ادم، الكيان، التكوين، كل ما يتوافر للطفل او للمواطن في العاصمه وفي الدائره المركزيه، دائره الضوء، موجود في القرى بقدر. الحكي، ورش التثقيف، المكتبات، المسرحيات، في بعض القرى فيها عروض لمسرحيات. ففي عمل متكامل علشان المبنى يكتمل بالمفهوم الحقيقي للحياه الكريمه، انت تحصل على كل ما يحصل عليه الساكن في القاهره او المقيم في العاصمه، ويصل اليك بقى. يعني احنا هنا بنتعب شويه بنروح للحاجه، لكن في القرى بيجي لهم لحد عنده. صح. هنكمل كلام عن حياه كريمه وعنوان من موقع مبتدأ حياه كريمه، قافله طبيه مجانيه للكشف عن 1761 مريض بملوي. ازاي حضرتك بتتابعي جهود حياه كريمه في الملف الصحي طبعا والخدمات الطبيه لاهالي القرى؟ جهود حياه كريمه فيها طبعا زي ما حضرتك قلتي مباني، دعم صحي، توفير دعم اقتصادي واقامه مشاريع، ولكن المجال الصحي واهميته. انا عايزه امد الخط على استقامته شويه واربط اللي بنتكلم فيه من بدايه الفقره. احنا بنقول حوار وطني، صحيح، تشجيع استثمار، ثم حياه كريمه، هي جمله متصله منفصله. ما يؤدي اليه الحوار الوطني وما اقره السيد الرئيس من خلال المجلس الاعلى للاستثمار سيصل بنا بشان او باخر او بحلوى او باخر الى الحياه الكريمه كمفهوم، مش مجرد احنا تجاوزنا مرحله البنيه التحتيه واحتفلنا بيها، احنا بنتحدث الان عن المفهوم. فالمكتبات والتوعيه، القافله الطبيه او القافله الطبيه للكشف المبكر واكتشاف الامراض والعلاج وتوفير العلاج، وايضا التشغيل. احنا عندنا مزيد من فرص العمل بيتم افتتاحها من خلال التحالف الوطني. والنهارده فعلا كان من احدى الموضوعات معنا في الحلقه 600 الف باب رزق. صحيح. والبدايه من بني سويف والفيوم، وده بقى مش حياه كريمه فقط، ده حياه كريمه تحت مظله من التحالف الوطني. صحيح. للعمل الاهلي والتنموي. ف تشعري كده ان مفيش عمل منفصل عن الاخر، يعني ومفيش حاجه اسمها اصل ده للسياسه فقط، اصل ده للاقتصاد فقط، اصل ده للاستثمار فقط، كله لمصر وكله للمواطن المصري، والمستفيد الاول في هذه المرحله هم اهالي حياه كريمه، او نقدر نقول المستهدفين من حياه كريمه، من مشروع حياه كريمه، هو مشروع البناء الانساني قبل ان يكون المعماري الاول في مصر. استاذه شيماء، استكمالا للحديث عن حياه كريمه وتوفير فرص العمل من موقع مبتدأ عنوان تعاون بين حياه كريمه والأرمان لبدء تنفيذ التمكين الاقتصادي ل 2000 شخص، ازاي تابعتي جهود حياه كريمه في التمكين الاقتصادي توفير فرص العمل؟ الميزه في فرص العمل الموفره من خلال حياه كريمه وطبعا والتحالف وبعض الجمعيات الاهليه، ان بعض الجمعيات الأهلية أنه تم على الأرض في نفس المكان، يعني إحنا بيحصل تمكين، بيحصل دعم، بيحصل تمويل، بيحصل توفير للمشروعات في نفس المكان. أنت مش محتاج تتغرب، مش محتاج تخرج برا دايرتك، برا قوتك، برا أهلك، مش محتاج تتكبد عناء أن أنت يحصل هجرة داخلية وتروح بقى تدور على شغل في مكان آخر. إحنا البداية من بني سويف ومن الفيوم، وهي مناطق تستوعب
مشروعات حديثة أو مشروعات جديدة، ممكن تكون مش مشروعات كبيرة لكنها تلبي الاحتياجات الأساسية وحيوية لأهالي هذه المناطق. مظبوط، والهدف منها المواطن بكل جوانب الحياة. الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الفقرة من هذا الصباح.